كذلك عندي أنا إظهار أشرطة الترجمة فقط للمشاركين الآخرين. طبعا نرد ونقول هذه أمور شخصية، الشخص نفسه حاب يشغلها حاب ما يشغلها. عندي هني كذلك عندي مراسلة، كذلك هذه أمور شخصية، الواحد حاب يفتحها ولا لا، راح نقراها ونعرف هي بالضبط شنو الرسالة. واستقبال إيصالات بالقراءة في الدردشات، أتي بها 20 شخص أو أقل، هل هذا الشيء أنا أبيه ولا لا؟ رموز مشاعر كبيرة، هل أنا أبيها ولا لا؟ أنا لي الحرية إني أدخلها ولا لا؟ معاينات ارتباط الويب، حجم النص، شنو أنا أبي؟ حجم النص صغير، كبير، أكبر، عادي؟ لي الحرية في أنا اختيار، موجود أنا عندي. إرسال رسالة باستخدام المفاتيح، عندي أنا مثلا أبي أستخدم كنترول شيفت التي ان بلس انتر عشان أدرج سطر جديد، فأنا هل أنا أبي أستخدم هالشيء ولا بسكر الخاصية؟ أمور حرية شخصية. لصق الرسالة المنسوخة كاقتباس إذا أنا حاب أفتحها أو أسكرها. تنزيل الصور تلقائيا ولا لا، ما بي تلقائي تنزل الصورة. التحميل التلقائي، سيتم تنزيل الملفات الجديدة المستلمة في الدردشة تلقائيا لهذا الجهاز. مثلا أنا اليوم كطالب، المعلم أرسل لي ملف جديد فدايركتلي ينزل عندي في الملف، فهذا شيء حلو. أخاف أنا أنسى أنزله، يمكن بعدها الدكتور يمسحه أو المعلم يمسحه، أنا شنو أسوي بعدها؟ فحلو الواحد يفتحها عشان لا ينسى، يعني هذه خاصية من الخصائص اللي جدا مميزة. عندما أستلم ملف أحفظها وين؟ إلى الداونلود ولا وين؟ أبي أغير، تغيير الدليل، أبي تحط لي إياه على الديسكتوب، أبيك تحط لي إياه في ملف، مثلا ملف معين، مثلا أقدر أنا أسميه مثلا الفولدر اللي أبي، إذا أنا كان عندي أختاره، مثلا أبي أحطه في أي مادة من المواد اللي أنا أبيها، وأقدر أقول له مثلا select الفولدر كذي. بمجرد ما أستلم ملف دايركتلي راح ينزل عندي في هذا الملف، فإذا أنا ما أحتاج إن أنا أدوره وين طاح وين راح وبأي مكان راح. الحين أنا هني عندي 1,000,000 ملف، أنا ما أدري وين راح، دش هني دش هناك، دش في نزل في الداونلود، وأنا ماني عارف شلون أصلا. فدايركتلي هني أنا أقدر أغيره وأحطه في المكان اللي أنا أبي. هذا شيء وايد حلو حق الشخص اللي من النوع اللي ينسى ينزل الفيديوهات ملاته أو الملفات أو غيرها. عندي هذا الإعلامات، هذه علامات الدردشة، هل أنا أبي الإعلامات هي الإشعارات، هل أنا أبي أتلقى هذه الإعلامات ولا لا؟ أسكرها أفتح؟ بمجرد إني أسكر الإعلامات أغلبها تتسكر، لأن هذه هي الإشعار الأساسي، إعلام يشير بأن جهة الاتصال ما متصلة بالإنترنت، هل أنا أبي هذا الشيء ولا لا؟ إعلامي عندما يصبح شخص ما متصل، مثلا الحين أنا عندي مجموعة من الأشخاص عندي، في مجرد أن شخص يتصل يقولي، فأنا أشوف يعني هذا الشيء مو مهم بالنسبة لي. والشخص يكون حر شخص انه يفتحها او يغلقها. كذلك التفاعلات، يمكن ان تلقي اعلامات منتبقة عندما يتفاعل شخص ما مع رسالتك، اصوات الاعلامات، تلميحات وخدع، اظهار علامات من داخل تطبيق سكايب حول الميزات، ستظل اعلام نظام الهامة تظهر في حال ايقاف التشغيل. طبعا الواحد يبي يفتحها او لا. علامات المكالمات المجدولة، هذا بالنسبة لي شيء وايد مهم، لمن انا راح نتعلم شلون اسوي مكالمة مجدولة او غيرها. فانا مثلا ابي توصل لي الاشعارات ان في مكالمة ترى انا عندي اياها، هذا شيء جدا مهم. استطلاع الرأي، مثلا المعلم ارسل استطلاع رأي، راح نتعلم شلون انا اسوي استطلاع رأي وشلون انا ادخل الاستطلاع كذلك. فهذا الشيء بالنسبة لي وايد مهم ان انا اعرف الاشعار يوصل لي. ممنوع الإزعاج، شنو الإزعاجات اللي ما أبيها تكون متواجدة عندي؟ أقدر أنا أغلقها. إظهار علامات الدردشة، أقدر أغلقها. إظهار علامات المكالمات إذا أنا ما أبيها كذلك أقدر أغلقها. إذا أنا عندي هنا علامات البريد الإلكتروني، في بريد يوصل لي مثلا تلقي تذكير بالبريد الإلكتروني حول الدردشات اللي فقدتها في آخر 72 ساعة، مثلا آخر 72 من الساعات اللي أنا مثلا الشات اللي وصل لي وما فتحته يذكرني فيه. مكالمات، كذلك التذكيرات الفائتة، مثلا عندي مكالمة اتصل علي بعد 72 ساعة ما اتصل علي فيذكرني، لا والله ما أبي يذكرني، سلام عليكم سكرته أو لا افتح لي. عندي هني جهات الاتصال، جهات الاتصال أنا أقدر أحضر الأشخاص إذا أنا حابة أحضر، طبعا ما عندي شخص أحضر، عندي الخصوصية، هذه الخصوصية هني نضيف رقم هاتف، طبعا احنا أنا حاليا ضايف رقم هاتف، لكن بمجرد أني أنا سويت ساين إن، لي مو مجرد ساين إن، احنا تكلمنا عنه قبل شوية في كيفية أخذ الرقم،
اللي هو من الأرقام من الدول الأخرى أو رقمي أنا، وهو أوريدي من كذلك لما أسوي سان أن يطلب مني الرقم. إذا ما طلبوا وضعت وما سويت، أحس نفسي ما سويت الرقم للتأكد أن أنا صدق سويت الرقم، هني هذه جهات الاتصال إضافة رقمي، بمجرد أن أصلا تسوي هني تضع اسم الدولة والرقم الهاتف وتضغط التالي، وراح يقولك إنه ترى أنت لا مسجل خلاص 100%. فالواحد إذا حاب يتأكد وحس نفسه ناسي، فهني بشكل واضح أنا سويت دخلت رقمي التليفون الصحيح ولا لا. فأنا هني مثلا في جهات الاتصال بشكل واضح أنا هني أقدر أنا أتأكد إنه أضفت رقمي ولا لا. هذا هني ليست إضافة رقم أشخاص آخرين، لكن إضافة رقمي أنا. يفرق بين إن أنا بضيف شخص في جهات الاتصال الخاصة فيه، يفرق عن لما أنا أبي أضيف رقمي الشخصي. هل أبي الرقم الشخصي يظهر في نتائج البحث ولا لا؟ يعني أنا بعد شوي راح نسوي نتائج البحث هني، هذه هي البحث الخانة هذه. فهل تبي لما الشخص يبدي يبحث عن رقمي يظهر له ولا لا؟ حرية طبعا، راح لا أنا أقول ما أبي أفتحها فسكر لا أفتحها. هذه بعدها عندنا التعليمات والملاحظات. بعض التعليمات والملاحظات اللي عندنا إياها، كيفية الحصول على بعض المساعدة، يعني هي أمور نحس ما نقول إحنا أمور لها علاقة في السكايب. مثلا الحصول على تعليمات راح يوديني على هنين بعض التعليمات اللي الشخص اللي حاب إنه يقرأ عن التعليمات. هذه هي بعض التعليمات اللي موجودة عندنا إياها، واحد إذا حاب يقرأ ويثقف من نفسه. حالة سكايب، إذا أنا حابة أعرف عن حالة السكايب، مكالمات الهواتف الأرضية عادية، إدارة جهات الاتصال، أنظمة الدفع وغيرها من هذه الأمور كلها، أنا أقدر أتأكد أنها شلون حالتها. كذلك عندي إعطاء التعليقات، عندي الملاحظات. إذا أنا عندي ملاحظة معينة، إذا أنا ببلغ أسوي إبلاغ عن مشكلة، إذا أنا بسوي أمنح البرنامج نفسه سكايب تصنيف، إشعارات الأطراف الخارجية إذا أنا بشغل الإشعارات. طبعا هذا أمور يعني لما واحد يضغط راح يخترع، هي بس فقط هو بيوريك إحنا شلون قاعد نتواصل، فهذا شيء نهائيا يعني غير مهم. شروط الاستخدام والخصوصية والملفات، هذه أمور الواحد يراها ما هي بذيك الأهمية أو اللي تعطينا أي إشكالية، لكن يمكن الواحد يهتم فيها هو الإبلاغ عن مشكلة في حال وجود مشكلة يعني معينة. طبعا احنا هني خلصنا تكلمنا عن جميع الإعدادات اللي في البرنامج اللي هي مهمة قبل ما أنا أدخل أو أسوي أي ميتينج مع أي شخص معين. هذا أشياء مهمة أنا أسويها. حلو، أنا شلون دخلت الإعدادات مرة ثانية للتأكيد من هذه النقاط؟ رحت الإعدادات، طبعا هذه الأمور اللي احنا قاعد نشوفها نفسها موجودة في الإعدادات لما دخلنا، هي هني موجودة ما في أي شيء آخر. لكن هني تسجيل الخروج، ذكرنا تسجيل الخروج وأردي في البداية أنا ظهرنا سويت تسجيل خروج اللي بيعرف بالضبط شلون أسجل خروج، وبعدها سويت ساين إن. هني نشوف في هذه الصفحة، هني عندي هذه الصفحة الرئيسية، هذه وضع نسمح نشوفنا بس قدرنا نصكف، هذا شيء ما هو أساسي نقدر نسوي. طبعا احنا نشوف هني نقدر نسوي في اجتماع وفتح الطلب وغيرها من هذه الأمور، لكن احنا هذه الصفحة الأساسية اللي أنا أقدر أروح فيها. عندي أسوي جروب إذا أنا حابة أني أسوي جروب، إذا أنا أبي أرسل رسائل، إذا أنا بروح عند الأشخاص اللي أنا عندي إياهم، كذلك الجميع كل اللي أنا عندي إياهم. طبعا أنا أفضل أن احنا نكون في الجميع لأن يكون كل شيء واضح عندي. حلو، أنا اليوم أبي أسوي ميتينج أو مثلا حابة أسوي ميتينج، شلون عندي هذا الاجتماع هني أو اجتماع هني، أقدر أسوي اجتماع مع أي مكان أبي. إنزين أنا حين كنت من الساعة مسوية السيرش وطلعت لي، ضغطت الأكس وطلع لي هذه الأمور، هذه نفسها الأمور من الساعة إحنا تكلمنا عنها، بس كان حاط لي إياها هني، حاط لي إياها بهالشكل. طبعا المكالمات إذا أنا بتصل مع أحد معين، هذه المكالمات اللي أنا عندي إياها، جهات الاتصال، الإعلامات ما عندي أي إعلام. طبعا هني احنا قلنا نقدر نسوي اجتماع من هني او من هني، طبعا نفس ما ذكرنا هاي الصفحة تعتبر مو الاساسية، هذه الصفحة الاساسية. من هني ابدي افتح اجتماع او افتح دردشة جديدة، لما اضغط على اجتماع راح يقولي استضافة اجتماع ام انضمام الاجتماع. هل انا ابي اسوي اجتماع؟ اضغط استضافة.
أنا بأنضم إلى اجتماع معين، أضغط الانضمام إلى اجتماع. هل أنا بسوي اجتماع، أنا المعلم وحاب أسوي، شلون راح أضغط على استضافة اجتماع؟ راح تفتح لي على طول هذه الصفحة. بمجرد أن ما تفتح لي الصفحة راح يقول لي شنو تبيه هني من هذه. طبعا أول شيء الاجتماع جاهز، لن تنتهي صلاحية هذا الاجتماع، ويمكن استفادة من المكالمات غير المحدودة. لو أنا صك الميتنج راح يظل الرابط شغال لمجرد أن أنا رد أدخل فيه، فأنا ما نحتاج مثلا أنا اليوم مثلا بسمي الاجتماع مثلا حصة الرياضيات، مثلا حصة الرياضيات صارت عندي حصة الرياضيات، حلو، هذا هو اللينك مالي، أبي أشارك هذه الدعوة، الحصة نفسها أشاركها، أنسخ الارتباط هذا الرابط نفسه أنسخه، وأقدر أسوي له كوبي بيست في أي مكان أنا أبي، البريد الإلكتروني أو أرسله على الأوتلوك أو الجيميل أو الفيسبوك، أو أنا عندي جهات اتصال أقوم أرسل لهم اللينك. حلو، أبي أفتح الكاميرا، أبي أفتح المايك من الحين، أبي أختار الخلفية من البداية. طبعا كاهي إحنا هني أوردي إحنا اخترناها من الإعدادات، لأن كذي أنا قلت من البداية اختاره على أساس الواحد لا يتوهق لما يفتح. هني دبي نفتح الكام ولا لا؟ أفتح المايك أصكه، أفتح الكام أصكه وغيره. بعدها راح أبدأ الاجتماع. طبعا راح أبدأ الاجتماع حاليا الحالي، لأنه ما راح اضيف احد وياي عشان بس احنا حابين نتعلم بالضبط شنو هي. راح نشوف ان هذه الصفحه تظهر عندي، راح نتكلم هني عندي هذه ثلاث خطوط شنو هي. هذه هني تبين لي الصفحه اللي هي قلنا ما قلنا الصفحه الرئيسيه، هي اهم صفحه عندي اياها. انا اليوم كنت قاعده مثلا قاعده اشرح ففجاه قالوا لي مثلا في طالب عندي جديد لازم انا اليوم اضيفه، فاقدر مثلا اروح عندي جهات الاتصال أضيف جهة اتصال جديدة وأسوي. طبعا الحين راح نتكلم عنه بشكل مفصل أكثر شلون أضيف جهة اتصال، لكن أقدر أسويها وأضيفها. قبل ما نتكلم كيفية إضافة الجهات الاتصال، خلنا نتكلم بشكل بسيط، أو لا خلنا نرجع حق جهات الاتصال أفضل، بما أن احنا فتحنا الموضوع. راح أفتح جهات اتصال جديدة. الحين أنا عندي طالب، ناس ما ذكرنا عندي طالب وحاب أن أنا طالب جديد أبي أدعو، فإما أنا أضيف رقمه، أكتب اسمه وأضيف رقمه، يعطوني إياه مثلا الطلبة متواصلين إياه وبعدها خلاص ينحفظ عندي، أو إني أقوم أسوي هذا القوم بدون دعوة صديق للسكايب عبر رسائل الاس ام اس والبريد الإلكتروني وغيره. فمجرد إني أضغط هني وبعدها هذا الرابط أنسخه، تم، أرسله للبريد الإلكتروني حق الشخص نفسه، وبس راح بمجرد ان يضغط عليه راح يدخل عندي، خلاص راح يتسيف خلاص. فهذه يمكن الشخص مثلا ما احنا عارفين شلون نوصل غيره، مثلا قاعد يتكلم ويا شخص على الايميل، دخل عليه في الايميل، فاقدر ارسله في الايميل، ما عندي رقم تليفونه وصعب الوضع هذا، فالموضوع سهل وكذي راح ينضاف عندي. بعد ما انضاف اقدر انا ادخله. زي الحين شلون انا ضفته في جهة الاتصال الجديدة، هو ما انضاف هني، أنا هذا هي الحين مشكلتي هني. موضوع حيل سهل، عندي هني المزيد، لا مو المزيد، سوري، مشاركة الارتباط، أنا كنت حافظتها هني، مشاركة الارتباط، وأقوم أنسخ الرابط وأدزه حقه. وين هو مثلا؟ أقوم نسخت الرابط وأرسله حق أي شخص عندي، مثلا أضيفه إلى جهات الاتصال، أنا مضفته لتوني في جهات الاتصال، أقوم أحطه عندي في جهة الاتصال، يعني أضغط عليه وأنا أوردي مثلاً ضفته عندي، أقوم وأرسل له، وأضغط تم الإرسال، خلاص أنا ضفته أكون. فهذه الطريقة. طبعاً في طريقة أخرى كذلك، إن أنا أضيف شخص من هذه العلامة، نفس الطريقة هي نفس هذه اللي توني دخلتها هني، بعدين رحت هني، هي نفسها بكل سهولة هني. بكل بساطة كذلك أنا رحت هني بعدين سويت جهات اتصال، إضافة جهات اتصال، أضافت، لفيت، شو السالفة؟ بكل سهولة هني، هني أكتب رقمه أتصل عليه وخلصنا. بس كل موضوع راح يدخل، يعني مجرد أني أضيف رقمه خلصنا.